بعض التعليقات اللي جاتنا تقول ان انتم في موضوع احداث الديوان الدكتور جمعان الحربش والضرب اللي صار مريتوا على الموضوع مرور الكرام ما تكلمتوا وما عرفنا راي سيد حسين القلاف في الحدث اللي صار. انا كنت ماني موافق على انه يعني يدخلون بهالشكل يطقون الدكتور الوسمي ويسحبون يسحلونه بالارض. لا ما كنت موافق. بس ايضا في نفس الوقت انا عارف الحربش اللي 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 بديوانيته هذا شنو اهدافه، هذا انا عارفه، هذا دخول في النوايا. لا مو بالنوايا، من المواقف. يا رجل حدث وقع تحت الكاميرات وقدام الملأ العام. اي حدث؟ انا الهوشه اللي صارت، طلع قال خلاف الحقيقه. قصدك قضيه احداث ديوان احداث ديوان الحربش؟ لا ديوان الحربش. انا قاعد استدلك ان هذا الانسان انا متابعه، اللي صارت عنده هذا انسان متابعه. انا اي انسان تقصد؟ هو الحربش. بس ديوان الحربش كان في وايد نواب. ادري صح، وبالتالي انا في هذا الموقف انا ادري هذا اللي مجتمعين حق شنو، وهذا اللي انا مسوي هذا الاجتماع وداعيهم في بيته حق شنو. في نفس الوقت مو موافق انا على اللي جرى على الدكتور الوسمي، مو صحيح. شنو موقفكم؟ ما عندنا موقف، لأن موقف؟ انا قلت لك انا الان احنا امام امرين، امام ان ندعم هذيلي اذا كان حق الموقف. شنو مشكلتك؟ لا هني مو هني الحق في مقابل حق ثاني الكويت، ان هذيلي قاعد يقول الحربش عدوا ربعكم ونعد ربعنا، يخاطب النظام عدوا ونعد. شنو توقعني انا؟ شنو موقفني؟ ايده بالصريح عدوا جماعتكم ونعد ربعنا، يعني كان يتحدى النظام. هذا اللي صار عنده بديوانيته. انت ليش تدافع عن النظام؟ انا كويتي انا، وهذا نظام بلد. كويتيين سيد، انا ما ادخل في مساله ان كويتي ولا مو كويتي. لا انت لما تقول لي ليش تدافع، انا ما دافعت عن عن اسرائيل، لان هم حتى نفس الشيء. انت لما تسالهم لما تكلمهم نفس الكلام، هي المتبنيات واحده. احنا مصلحه البلد، الدستور، واحد فينا يكذب، يا انا يا هم. زين انا اقول انا حق البلد، انا اقول لك هذول مو حق البلد، تقول لي منو شلون تطلع من الكذاب؟ لما انا اقول احسب ربعك هذا مو حق البلد، هذا مو حق، هذا ضد البلد، واضحه، ما يبي لها عبقريه. نرجع لموضوع الحدث نفسه والضرب. ما انت لما ما وافقت انا، شنو سويت؟ ما اقدر اسوي شيء، لان هم الاغلبيه وهم اللي بيدوا. انت تقدر توجه سؤال برلماني؟ مو شغلي انا، هم اغلبيه. لا اقول لا اله الا الله سيدي. لا اله الا الله. انت ممكن توجه سؤال برلماني، انت ممكن تطلع بتصريح قوي وعنيف تهاجم فيه مثلا ممارسات الداخليه اللي صارت في ذاك الوقت. ذكرتني الحين. انت ممكن يعني انت ممكن يكون لك دور على الاقل يبين ان الموضوع هو مش شخصي. هم قالوا لحظه انا ابين لك انه مو شخصي. هم قالوا اللي اعطى اوامر الضرب ناصر المحمد، هم اللي منعهم. لحظه، مو هذا سؤالي يعني. لا انا اعرف سؤالي. انت سيد ليش ما كان لك في موضوع؟ لاني انا قاعد اشوف هني افتراء، قاعد يفترون. نعم صار ضرب، بس منو اعطى اوامر الضرب؟ هم حاطين اوامر الضرب حق فلان. انت شنو يفرق وياك موضوع انا اللي اعطى الاوامر الضرب؟ انا اقول لك يفرق وياي. انت قاعد تظلم عمار ما اعطى اوامر، فانا تبيني اوافقك على ظلمك؟ انا ما بيك توافق، انا بيك تطلع وتقول انا بصفتي نائب رغم خلافي السياسي مع المجموعه الثانيه، لان ما جرى في احداث ديوان جمعان الحربش كان خطا جسيم تتحمله الحكومه، نقطه. لا هم ما قالوا، هم ايش قالوا؟ قالوا اللي سوى خل هذا عسكر. لحظه ما له شغل بالشخص. لا 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 هم انا قاعد ارد عليهم. هم لو مسوين السالفه، تعال هذا الفعل فعل الضرب هذا مرفوض تفصيلا وجمله، احنا نبي نحقق من اعطى اوامر الضرب. انا وياهم. انت كان قدمت طلب تحقيق؟ هم المعنيين. انت هم المعنيين. الموضوع ما في منو معنى. لا 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 هني لا لا هني. انا لما اشخص ان اكو وقع ظلم على مجموعه، يعني انا بصفتي نائب انا ابادر. مدام شوف اكو عندنا بالشرع شيء اسمه واجب عيني وشيء اسمه واجب كفائي. الواجب العيني لما ينفرد ماكو احد ممكن يشيل العلم الا انت، صار واجب عيني. اكو من على نحو الكفايه يقدر يشيل هالعلم وشاله يسقط عنك انت. طيب زين، خل انا يعني اقول الكلام اللي انت قاعد تقوله بطريقتي، حتى طبعا. انا يعني ابسط الموضوع لي وللساده المشاهدين، وقول لي فهمي هذا صح ولا لا.
بما أن هناك من يتصدى في قضية والنار مو جاية صوب ثوبي، كيفكم؟ لا خلي يصير اللي يصير. لا لا مو كذي. لين النار تي عند ثوبي لا. أنا إذا الساعة أقول يا لا. جماعة الخير. لا. بقى هذا اللي صار. لا لا أنا لا هذا رفضت. شوف أنا قلتها إني أنا رافض سحل الدكتور عبيد الوسمي. مو أنا سألتك شنو كان موقفك المعلن في ذلك الوقت سيد؟ أنا أقول ما كان لك موقف معلن واضح في ذلك الوقت يدين الممارسة اللي صارت. أنا موقف المعلن يصير يحسب سياسيا تأييد لهم، وأنا ما بأيدهم حتى لو كان يعني حتى لو هم تعرضوا إلى ظلم، حتى لو هم افتروا. لا أنا ما سألت السؤال. أنا 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 قاعد أشوف قاعد يفترون عن الريال وينسبوا الضرب حقه وهو ما له شغل، ما يجوز. طيب هذا فيما يخص رأيك سيد في ما جرى في أحداث ديوان دكتور جمعان الحربش. إحنا لازلنا في تلك الفترة الملتهبة العاصفة من تاريخ الكويت السياسي الحديث. جريدة الوسط البحرينية في ديسمبر 2010 انقلت هذا المقطع. قامت اللجنة المنظمة لندوة إلا الدستور بإبلاغ الجهات الأمنية بعدم ترحيبها بقدوم النائب حسين القلاط، وبعد تلقيه نبأ ذلك من الجهات الأمنية طالب النائب القلاط من منظمي الندوة بإعلان الأسماء غير المرحب بحضورها، مبينا أن إعلان ندوة في الأعراف القانونية يحول مكان الندوة مكانا عاما وإن كان بيتا أو ديوانية. هذا يمكن أيضا من المواضيع اللي احنا يمكن ما تكلمنا عنها ذاك الفترة في حلقات صندوق الأسود الرئيسية معاك سيد، قضية مشاركاتك في الندوات اللي كانت تصير وانت بادرت كنت بتشارك في ندوة إلا الدستور ومنعت. شو اللي صار؟ هو بالواقع ما منعت، يعني انا كانت ندوتين يتعلقون في إلا الدستور. ايه ندوة عند المنبر الديمقراطي يعني النيباري ذاك الوقت يعني، وندوة عند الصواق الله يرحمه. زين بالنسبة اللي عند النيباري، يعني أول مرة يحدث إنه يجي نائب معارض لي اللي قاعد يسوونه هم كانوا في قضية إنه تعطيل جلسات المجلس ويعتقدون إن الحكومة ملزمة بالدخول في الجلسات، واحد ما يكفي، الحكومة ملزمة، وبالتالي ان استخدام هذه استخدام غير دستوري. هذا كان نقاشهم. فانا رحت لاول مره، انا اعتقد ان الراي الاخر، وقلت ان هذيلي يعتقدون بالديمقراطيه والراي الاخر اروح لهم. زين فمنو كان امر المنطقه في ذاك الوقت المشرف على قضيه الندوه عسكريا؟ هذا كان لواء شمالي، كان هو اللي شو اسمه الاول تذكر؟ ها؟ تذكر اسمه الاول؟ شو اسمه الشمالي؟ خليل الشمالي. شو اسمه؟ خليل الشمالي. طيب هو قاضب، فاتصل هذا اللي وياي اتصل في خليل قال له السيد بيروح الندوه، قال تكفى لا يجي لا يسوي لنا مشاكل، وهو قاعد يكلمه قال له ترى احنا على الباب. احنا منو؟ انا وياه. انت وصلت؟ اي وصلت انا رايح. انا عند ديوان نيباري. اي دخلت وقعدت. طبعا فاجئوا لان الموجودين كلهم لون واحد، وانا اللون الغريب، انا البطه السوداء بينهم. بس انا ما كان همني، اذا تبت النقاش علمي ونبي صيغه حضاريه قبلوني انا كراي اخر، والله خير صدورهم توسعت ودخلت. ضاق صدر اكو واحد قاعد من هذول اللي ما يتحملون. اللي هو منو؟ واحد ما اعرفه طلعني كذاب وبغى تصير مشكله وراها. نائب ولا؟ لا 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 من الجمهور. تعرفه منو؟ لا والله ما اعرفه ولا شفته ولا عيني اشوفه ما اعرفه، بس غلط علي. بس الصوره العامه لا الله خير استقبلوني ورحت جيت وقعدت. انا الحين انا ما عندي دور، وهم مسوين من ندوتهم وكلهم عندهم دور. فقام الله خير مرزوق الغانم دوره تنازل عنه وقال انا اقدم سيد حسين القلاط انه يتحدث. هذه على موقف راقي، يعني حقيقه موقف راقي، انا مالي دور اصلا، هم مسوين الندوه مرتبين المتحدثين. انا تكلمت واستدليت على ان رايهم غلط براي الدكتور عثمان عبد الملك رحمه الله عليه في قضيه حضور الحكومه.
وشرحتها طبعا ما حد سمعني ولا حد قضى رأيي ولا رأي دكتور عثمان كان ذاك الوقت. لما يصير من صالحهم يستشهدون فيه، لما مو من صالحهم ما يقبلون رأيه. هذا العيب الموجود. لكن أنا قلت رأيي وخلصت، وسووا لي مثل حماية الشباب الموجودين المشرفين على هذا، وإحنا نمشي واحد غلط عليه. غلط عليه طبعا خذ زامة من الرد. أكو كان من خذ زامة يعني شنو؟ من الرد، ردوا عليه وردوا عليه بما يليقه، وطلعنا وما صار شيء. ديواني الصواق الله يرحمه عرفوا ان انا دشيت هني. طيب احنا ما يبون اي اعلنوا مالك حق تجي. ما رحت لان بالاساس اصلا انا ما اروح هناك، ما اروح لان ادري انه ماكو راي اخر. هني اكو راي اخر، وفعلا كان عند فعلا ظني صدقه. هني عطوني حتى مجال اتكلم، هناك ماكو فائده. والدليل والشاهد لما راح دويسان بغي يطقونه في احد الندواتهم، انه ماكو راي اخر. هني اكو راي اخر. طيب انتقل الى موضوع ايضا اثار لغط يتعلق بقصة الهوشة اللي صارت في مجلس 2009، وانت طلعت قلت روايتك كلها، ورد عليك أحد المعنيين بهذه القصة اللي هو دكتور جمعان الحربش. إحنا أول شيء قبل ما خليك تعلق سيد مجددا، لأن أنت قلت لي أنا بيعلق على الموضوع هذا مرة ثانية، نشوف مع بعض. أول شيء راح نحط رد دكتور جمعان الحربش كامل ونعلق عليه. هذه رواية الدكتور جمعان الحربش اللي هي مختلفة عن الرواية اللي أنت ذكرتها سيد، وأن من بدأ بالاستفزاز هو سيد حسين القلاف. شنو اللي عندك تضيفه على الكلام اللي كنت قايله قبل؟ أنا أشكر اللي يعني الهندياني أحد المغردين اسمه عبد اللطيف الهندياني، يحط الواقعة كما هي بالصور موثقة، فبين عدم صحة كل اللي قاله بالصور والتوثيق، بالصور والتوثيق. فاللي يبي يحب يعرف يرجع لتغريدة عبد اللطيف الهندياني على قضية الهوشة وبالصور بالتوثيق، إن اللي قاله الحربش مو صحيح، اللي قلته أنا صحيح هذا المقدار. وللأسف يعني ما أدري ليش، يعني أنا إذا أنا مثلاً أقعد ويا أفترض قاعد ويا ربعي، شلون أنا أتجرأ أقول خلاف الحقيقة إذا اكتشفوا ربعي الحقيقة؟ بس خلص لك سؤال أنا صريح لأن هذا أيضاً ذكر كثيراً. أنت لما دخلت القاعة ما تعرضت للنائب السابق محمد هايف؟ لا شنو تعرضت له؟ أنا قلت هالحكي، قاطعني محمد هايف. لا مو قاطع، قبل لا 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 ولا إلي ولا أنت بدأت، أنت تحرشت في محمد هايف. والله لا، أنا دشيت واقف دكتور حسن كان دوره، قلت له دكتور عطني شو اسمه، عطني دورك بس. إيه بس تداش منفعل. منو صور الانفعالي هذا؟ لا أنا كنت منفعل ولا لا؟ لا عادي، دشيت عادي وقلت دكتور حسن عطني الدور، وقلت وكلمت بهدوء أكثر من حلقة هذا القبر الأسود. طيب خلينا الحين من القبر، خلينا نرجع لكلام دكتور جمعان الحربش هني، وتحديدا عند هالمقطع هذا، لأن البعض يقول بداية الشرارة من هالمقطع هذا. أثناء حديثه من بدأ الإساءة هو النائب نفسه، إذ دخل إلى القاعة أثناء الجلسة ورفع صوته من وسط القاعة وقبل وصوله للمقاعد المطالب الرئيس بإعطاء الحديث. أثناء حديثه أساء للنائب السابق محمد هايف بلهجته واتهمنا جميعا بالإرهاب. أنت البعض بعد يقول في هالجلسة تحديدا بتعبيرنا الكويتي يعني تطنست، أسأت للنائب محمد هايف بلهجته لما تكلم وقال تحديدا كلمة أمريكا.
صح هذا كلام صار ولا صحيح؟ اول وحده يعني انا لما هو يقول عني انت متحدث باسم الامريكان، مال شنو يعني؟ هذا مقبوله منه يعني يتهمني بهالكلام وانا فيزا راضين يعطوني شمال يعني؟ انت ممنوع من دخول امريكا؟ اي ممنوع ولازلت ممنوع. ليش مسوي؟ ارهابي وانا ما ادري عن نفسي. فبالتالي هذا ايضا تهمتها لي انا متحدث باسم الحكومه الامريكيه. وانت يمكن اني استفزيته لما هو قال كلمه امريكا فرد عليك. لا لا هذا انت بديت سيء. لا لا هو لما قال هذا انا رديت مو قبله، انا مو رديت عليه على امريكا، لا هو قال هالكلام وانا رديت عليه، فهو اللي مبتدئ مو انا، هو اتهمني ان انا متحدث. انت اعبت عليه على لهجته لما لا لان لما اتهمني اني انا متحدث عن الحكومه الامريكيه قلت له قول امريكا صح، هذا اللي قلت له قولها عدل. وهذا صح؟ وهذا صح يتهمني اني انا متحدث باسم الامريكان؟ هذا صح يعني؟ ايش معنى يعني اني صح واني مو صح؟ طيب الحين طبعا انا ما عندي بالضبط منو اللي بدا اول شيء، انت حسب كلامك تقول هو اللي بدا، حسب كلام دكتور جمال الحربش انت اللي حسب المضبطه. وهالكلام ما كان في المضبطة. لا مضبطة موجود، جلسة قائمة. جلسة موجود بس هذا مش موجود في المضبطة. موجود كل شيء. موجود كل شيء. كل الأحداث موجودة بالمضبطة. فهو لما يقول لك أنت تدافع عن شنو أمريكا؟ تقول المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأمريكية. طيب فأنت ممكن يعني كان يعني ترد عليه بنفس الاتهام، يعني الاتهام لا أنا ما اتهمته، أنا قلت له قول أمريكا عدل وبعدين اتهمني. هذا ما فيها طنازة، ما فيها تقليل لي انت ممكن تقول الكلمة بطريقة البعض يعني راح الى ابعد من ذلك وقال انت كيف قاعد البعض البعض قاعد يقول يرى محمد هايف الفاروق، انا شك فيه. البعض يرى محمد هايف الفاروق اللي لا يمكن تعرض له، مو البعض ايضا يرى سيد حسين وبعض يرى سيد حسين الامام الرضا ما كيف هذا كيف لا بس اقصد لما يصير الموضوع يعني معايات انت طريقتك انت تعال قول بالكلمه الفلانيه صح اللي حاضر مجلس الامه يرى اكثر من هذا بكثير. هذا صح ولا غلط؟ هذا لا شيء، هذا لا شيء، مو هذا سؤال لا شيء. هذا صح ولا غلط؟ صح الا اني صح. لما تتهمني لا تتوقع اسكت لك، ارد اتهمك ماشي. واحد يقول حق ثاني انت نسيت شواربك بالغردقه، ايوه اقوى منو اللي يقول؟ مسلم قال حق العنجري قال شواربك بال شو اسمه نسيته انت عبد الرحمن العنجري قال بالغردقه، معروف هذه موجوده. ايوه اكبر ايوه اقوى، انا قلت له بس قول امريكا صح. لا مو هذا هني ممكن تصير الحادثه هذه اللي توك ذكرتها ممكن تصير شخصيه، بس انت هني البعض قال انك انت هني قاعد يعني قاعد تستهزئ بالقبائل. وهو لا ايش دخل قبائل هني؟ انا بعرف كل ما تكلمنا على واحد قالوا قبيله، ايش دخل قبائل هني؟ شكو كلمه امريكا مع محمد هايف بالقبائل شكو؟ يلا خليه يجيب لي واحد ربط. ماكو ربط. انا قلت له انت الحين قاعد تتهمني اني انا متحدث باسم امريكا، انت قول امريكا صح حتى تنسبني لامريكا قولها صح. وين استهزاء؟ وين محل الاستهزاء؟ وكلام دكتور جمعان الحربش اللي ذكر ان عندها طالبته منفعلا بالتوقف والخروج من القاعه فما كان منه الا ان توجه لي وقام بشتمي وشتم والدي رحمه الله ملوحا بعصاته. اي طبعا هو هذا يختصر، هو طريقته هذا. اي طبعا شنو شتمته صدق؟ قاعد اقول لك انا هو يختصر، هو قام من مكانه عبد الله الرومي موجود حي يرزق رفع الجلسه قاعد يقول له عبد الله الرومي اعطوه فرصه يقول كلامه، انتم عندكم اعتراض ردوا عليه ما رضوا. فعبد الله لما صار هرج ومرج رفع الجلسه خلصنا قلنا هالكلام يعني قلت هالكلام انت وهو يعني طبعا يقول لا يا ها هو يقول لا هو يكذب هو يكذب مو انا. والشاهد انه هو يكذب. شوف انا بالصور انا وين واقف هو وين مكانه وين جاي. شوف هو جايني لان مكانه معروف وانا مكاني معروف. انا لو انا من بعيد بيني وبينه ما اقول هالكلام، بس لما انت تشوفه بالصوره انه هو جاي نفس مكاني اللي انا قاعد فيه فمنو كلامه الصحيح؟ شتمته ولا لا؟
انا ما ادري انا معصب ما شتمت قلت كل شيء وقلت اذا انا شتمت والده انا اعتذر لوالده هذا هم قلته اذا انا شتمت انا اعتذر شنو اكثر من هذا يعني بس احنا هو يقول لما نسوي له مقابله قاعد يقول الواحد في حاله الغضب وهذا ممكن يطلع عن شعوره ويصير له موقف وهذه تحدث في كل المجالس هو قاعد يبرر حق نفسه ان اللي سواه يحدث خذ نفس التبرير ماله حقي انا اخذ تبريره حقي انا بعد طيب نروح الى موضوع ايضا اخر ايضا اثار جدل طبعا. ولغط السجال اللي صار بينك وبين الوزير السابق السيد عبد الهادي الصالح شنو الإضافة اللي تبي تقولها يعني أنا أنت قاعد تتكلم عن نفسك إن أنا يعني قلت إنك أنت مزقت الصحيفة السجادية وقلت إن أنا ما مزقتها هذه الحدود مقبولة لأن أنا افتريت عليك فالحدود مقبولة لكن اللي مو مقبول أمري الأمر الأول أنا عطيته نصيحة إن أنت في كلامك هذا هتكت حرمة أموات إيش دخلك أنت فيه إذا أنت عندك موعظة لي بيني وبينك مو تحطها بالعلن ليش هذا ليش الأسلوب هذا هذا أنا ما عجبتني منه اثنين أنا قلت له أنا عندي لقاء قريب أطلع اللقاء بعد التحقيق وأقول الواقعة بتفاصيلها قال لا أنا من يقول هاللقاء سنة أو سنتين يقعد تعدل ما تفرض علي أنت أنا قلت له أنت ما تفرض علي وأنا إذا غلط أنا أعتذر راح أعتذر علني ما وهل أول يعطيني نصيحة بعدين اللي أهم من هذا كله أخي ليش التكرار أنت أحكم في المعرفة الشرعية ولا مراجعنا اللي أيدوني أنا عندي تأييد من 26 عالم من كبار أساتذة الحوزة عندك تأييد نعم كتب خطية إن شنو إن يا جماعة وكو يا الريال وهذا ثقتنا ونعتمد عليه منو أبرزهم وايد سيد الجلالي أستاذي الشيخ أحمد القصير شيخ هذا سمونه الله يرحمه توفى مال عندهم كتابات حلوة كتب لطيفة وايد الحين أنا الأسماء بعد ما أذكرها وايد شيخ علي الكوراني وايد على علماء وايد مو 26 واحد أدري أنت تشفق على العمامة مو هذا اللي أولى بالإشفاق على العمامة بعدين أنت يا هذا اللي بقوله أنت موقفك أنت لما تيجي تقول أنت أفضل يدخل المجلس بدون عمامة أقول لك أنت هذا ما أخذ من أي فقيه طيب أنت قبلت الحكم وما قال لك حكم شرعي ولا قال لك فتوى ولا هذه تتعلق هذا بس هو قال لك رأي أنا أفضل هذا يعني احتراما حق هذا اللباس حسب ما يرى هو أنت إن لا تدخل المجلس حتى لا يصير أكو سجال ونقاش هذا الكلام وتعرض هذا الكلام حلو هذا الكلام حلو شرعي ولا مو شرعي وجهة نظر ما لا 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 لحظة جانب شرعي ولا لا لا أوقات هذه وجهة النظر ترتبط بالشرع هذا أوه ما قال لك حرام لا مو قضي بلا لما أنت تيجي تقول لا لما أنت تقول لا دش بالعمامة أفضل حق العمامة وعلماء مباركة وجهة نظر هم عندهم وجهة نظر لا عنده وجهة نظر يعني تحط أنت العلماء في مقابل عبد الله الصالح وجهة نظر عنده وين مشكلة لا مشكلة أنت قاعد تقول جراحين في ممرض لا الموضوع مو جراحين مو بلا علماء بس هي مش فتوى لا هذه انا قاعد اقول راي انا راي يا عمار ان يا سيد لا تدخل اذا احنا مو متشرعه واذا احنا ما ندور الشرع راح يقول وجهه نظر بس اذا نبي نعرف شو يقول العلماء شنو رايهم في هذا هني شلون يصير الموقف شرعي ولا لا انت رجعت حق العلماء وشفتهم راح يردون عليك البعض يقول لك احنا لما اعطيناك هالفتوى او هالمباركه ما ادري شنو الكلمه الدقيقه يعني ما كنا ندري ان سيد حسين راح يكون حار 16 سنة وراح يعني 16 سنة يدخل في نقاشات وقد يعني تتعرض العمامه حسب رايه هو ان للإساءة 16 سنة انا محترم وانا مسموع الكلمه وانا عنصر مؤثر
وأنا بس ما تهاوشت قبل مباركة، لأن المراحل اللي مرت بدأ يدشون التيارات اللي هي المتعصبة المتشددة، يعني من 92 شوية 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 كان أصلا ما كان يقبلون الدستور، ولا كان يقبلون دخول مجلس الأمة، ما كان يقبلون الدستور عندهم، هذا الدستور كفر، تحولوا. طيب ما ويا أبو أدري لا تغيرت الذرائع مالتهم وتغيرت المبادئ مالتهم، ودخلوا لما دخلوا بدأ التيار الإسلامي يقوى ويتفاقم. أنا هذا اللي قاعد أقوله، يعني بالبداية إحنا كنا طبيعيين ماشيين الأمور طبيعية إلى أن وصلنا إلى حد إيه فهني يقولك ماكو مشكلة، أنت لما كنت ماشي بشكل طبيعي وأنا ما سويت شيء، ما حد ولا سويت شيء، وأنا بالجلسة ما سويت شيء، بس في هالجلسة هني لأنت صار فيها أنا قلت رجعوا لمؤسسات الدولة. بس شنو عيب كلامي أنا؟ شنو خلاف كلامي؟ لا ولا لا. أنا رحت طقيت، ولا أنا رحت تعديت، ولا أنا شنو 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 وين الضير؟ يقول لك طاحت عمامتك. طاح الحين أخذ رأسي شوي أنا. الحين أخذ تطير العمام من رأسي. لا بس ما أخذ رأسك الحين. لا بقول لك إن هذه ما حد طيحها. هذا نتيجة أنا مو العسكر وياي، هذا التدافع مع العسكر طاحت، هي راقية بعد. بس مو ما حد طيحها. يقول لك والله هذا المهم هو التعدى. رد شرحناه. أنا ما تعديت على أحد ولا غلط على أحد. وهو بعضهم قاعد يكذب كذاب، شو تسوي له؟ واحد كذاب شو تسوي له؟ أنا مستعد يكذب ما عنده مانع، بس أنا ما عندي استعداد إني أكذب. أنت رجعت حق الكلام اللي ذكره السيد عبد الهادي الصالح وتحققت منه، هل أنت استعجلت ولا ما استعجلت في قضية كلامك عن أنه هو مزق الصحيفة السجالية؟ رحت وتأكدت من الموضوع ونزلت شريط، نزلت كلام، رديت على عبد الهادي. من ضمن قلت له اللي قال كلمة التمزيق مو الوطن، اللي قال كلمة التمزيق أنت، وهذا شاهد هذا الجريدة وهذا اللقاء مع النهار، وهذه كلمتك. الوطن قالت احنا لقينا لزقة على الكلام، يعني كلامك أنت مو صحيح، وأنت اللي أثرت هذا، وأنت أيضا أنت مو متراجع عن كلامك اللي قلت. ولا أتراجع إلا لما يثبت لي بالدليل اللي يثبت لي. بعدين الآن حصار نقاشنا مو تمزيق الصحيفة السجادية، قاعد ثبت اللي أنا قلت عنه. يا أخي أنت تنصحني ليش؟ أنا ما أعرف شرع الله. وهي المشكلة سيد لما أحد ينصحك؟ وايد مشكلة لما أنا أشوف وضوءك غلط وأنا طالب علم، قاعد أقول لك يا عمار وضوءك فيه إشكال، أنا طالب علم تخصصي هذا، لما انت تجي تقول لك احنا دائما نشوف يعني تاريخ يقول لنا، يعني اكو امثله كثيره انا مو في وارد اني استعرضها، ممكن يعني طبعا المثال مع الفارق، بس ممكن في طلبه يعلمون اساتذتهم، وين المشكله؟ ليش الحساسيه الزايده؟ لا لا لا. طبعا انا مو في وارد اني قاعد اقول من الطالب للاستاذ، لا 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 بس انا اقصد يعني وين المشكله من واحد يعطيني معلومه او يصلح لي انا مشتبه في موضوع معين، انا عندي اجتهاد خاطئ، اذا كان هو مشتبه هو مو عارف وياي بيعلم، شو تقول له هذا؟ انت مو عارف اصلا، مو عارف شرع الله اصلا، يا يتعلم شنو هذا؟ شو ماله هذا؟ ما شنو؟ لان انتقدوك سيد، صار انهم مو عارفين شرع الله. يا عمي انتقدوني انا من 92 قاعد ينتقدوني، من 92 شالوا صورتي وحطوها على السفاره الايرانيه. بس مو هم، لان انت اشكال هم، قلت لك انا سيد انت حصرت الموضوع وقلت انه يعني انت صورت المساله ان اغلب التيارات الشيعيه حطيت لك امثله ضد العمامه وضدك، وهم ما يحترمون العمامه، هذا ما استفز اخرين. حطيت لك امثله وجبت لك الحين انت صار مثال حي. تعال انت قاعد تتكلم عن تمزيق الصحيفه السجاديه، طيب لما انت تقول قاعد تهتك حرمه الاموات، ومو حقيقه هذا، مو صحيح هذا بحد ذاته، شنو تفهمه انت؟ اقول لك يا عمار انت قاعد تسوي هذا، قاعد تسوي حرام، يعني انا فاهم الشرع وانا قاعد اقول لك انت قاعد تسوي حرام. هذه شنو هذه؟ ما فهمت الشاهد شنو هو. مو يقول هو قصته الصحيفه السجاديه ولا شيء ثاني؟ قبلنا منه الصحيفه السجاديه مو هو ممزقها، قبلنا منه. طيب لما تيجي تقول انت قاعد تهتك حرمه اموات، هذه النصيحه هذه بحد ذاتها ايش حقها قايلها حق العلن؟ في شنو المقصود فيها تهتك حرمه اموات؟ يعني منو المقصود فيها؟
مقصود منها سيد الموري وعلي المتروك الله يرحمه. وعلي المتروك في فترة اللي سجلنا اللقاء حيكر إثارة هذا بهذا الشكل، هذا يفهمني أن الوضع لو أنا أحترمك وأحترم قدرك وفعلا عندي تقدير واحترام لك، أدري أن أنت لا يمكن تتجاوز الشرع في هذا، لا يمكن.